شكرا معلقنا الكابتن ابراهيم منيسه، كابتن عصام منيسه انا اسف. اذا انتهت المباراه بفوز منتخب مصر 32-15. الحقيقه فوز يعني مهم لمنتخب مصر، الف مليون مبروك. ويمكن دي اولى مبارياتنا اللي محتاجينها بشكل كبير في الفوز. كابتن ابراهيم سيد برحب بحضرتك بالمره الثانيه، كابتن مهند السحيلي برحب بحضرتك للمره الثانيه. كابتن ابراهيم، اداء الشوط الثاني ما اختلفش كتير عن اداء الشوط الاول، راي حضرتك ايه؟ هو يعني زي ما انت حضرتك قلت ما اختلفش كتير، لان استعجال لاعبي مصر انهم يزودوا الاهداف ادى لان هم فقدوا كور كتيره، زائد عدم توفيق في انهاء الهجمات سواء من ناحيه الرايت او اللعب الدايره او فقد كوره بالنسبه باست او الفاولات العكسيه، خلت الاهداف قلت شويه. نعم. وده طبعا اكيد هيرعوها في الماتشات اللي جايه، لان يعني مش مستحب ان يبقى لعيب داخل منفرد والكره تصد منه يعني. طب شايف يا كابتن يعني السكور او الفرق، يعني النهارده بنتكلم في 17 هدف، يمكن من اقل الفرق الكبيره اللي فازت مبارياتها النهارده، شايف ده يقلقك ولا مش فارق؟ لا مش هيقلق، لا مش هيقلق، لان ممكن نقدر نقول ان هو ده كبدايه مباراه، الاعلام كله حاطط الضوء عليه، الناس كلها قاعده مترقبه النتيجه دي، يعني حرص اللعيبه على انها تلعب احسن حاجه خلى في شويه اخطاء ادت لان السكور قل شويه. كابتن مهند، راي حضرتك ايه في الشوط الثاني؟ هل الاداء اختلف؟ هل كان في اختلاف عن الشوط الاول؟ وجهه نظرك ايه يعني، ايه اللي كان ممكن قاله لهم مستر خوان في بين الشوطين؟ رايي ان بتاع الشوط الثاني شوط الدفاع وشوط حراسه المرمى، حراسه المرمى كريم هنداوي وحراسه المرمى، عدم اهتمام بالتصويب، عدم اهتمام بالباص، خلاص احنا كسبنا الماتش، الف مبروك طبعا لمصر، كسبنا الماتش فخلاص بقى اللعيبه بتلعب براحتها. من اول 10 دقائق حصل روتيشن، يحيى خالد مهاب، خيري نزل مكان يحيى الدرع، علي زين فيصل نزل مكانه، نفس الكلام برضو المصري خالد وليد، احمد عادل نزل مكانه ممدوح هاشم، فخلاص احنا خدنا من اللي احنا عايزينه من المباراه، وابتدينا بقى خلاص ايه ان احنا نمشي الريتم زي ما احنا عايزين. طب كابتن، هل تجربه النهارده اقدر بيها اقيم اداء منتخب مصر؟ هل مثلا اقدر اشوف فرق الفني بالنسبه لجهازين فنيين متتاليين؟ يعني النهارده كان في جهاز فني سابق وجهاز فني حالي، يعني تقدر تحكم عليه من مباراه النهارده او حتى من المباراه اللي فاتت، ولا لسه بدري قوي ان احنا نحكم على الفرق؟ لا لسه بدري طبعا ان احنا نحكم على المدرب في طريقه اللعب او طريق، بس هو السيستم واحد، يعني السيستم الاسباني واحد، بدايه من كابتن ديفيد زيبيز وكابتن باروندو واخوان باستور، دول الثلاث مدربين اسباني الكبار اللي جم الفتره الاخيره. فطبعا ده مسهل الموضوع ان كل مدرب بيجي بيكمل على نفس الفكر، نفس الاداء. المنظومه دلوقتي او المدرب دلوقتي باستور نسبه الروتيشن اعلى شويه، عنده لاعبين بيقدر يغير في اماكنهم، ان زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحديث ان احنا الحمد لله ما عندناش حاجه اسمها اساسي واحتياطي. احنا عندنا 18 لعيب اي حد يلعب منهم. كابتن ابراهيم، راي حضرتك مين افضل لاعب في المباراه وليه؟ افضل لاعب في المباراه انا في رايي كريم هنداوي، توقعه عالي قوي في صد كور كتيره، احرز هدف، ودي طبعا كانت حاجه جميله جدا لسرعه البديهه، مفيش حارس مرمى يعني يكون ان هو يصد الكوره وعنده سرعه رد الفعل انه يطلع الكوره عشان يجيب هدف، دي طبعا حاجه جميله. فانا اعتقد انه ده احسن لاعب في المباراه، وده يستحق، لو في احسن لاعب يستحق. اشوف توقعات حضرتك، اكيد هيبلغونا كمان مين اللي خد جائزه افضل لاعب، لان اكيد بعد كل مباراه. كابتن مهند، تتفق مع كابتن ابراهيم افضل لاعب النهارده كريم هنداوي؟ طبعا اتفق مع كابتن ابراهيم، كريم هنداوي النهارده نسبه تصدي حوالي 18 كوره او 19 كوره، نسبه الشوط الاولاني كانت حوالي 45% على ما اتذكر. الشوط الاولاني لا كانت 53%. نعم. اعتقد ان النسبه الشوط الثاني هتبقى اعلى. هو يستحق رجل المباراه. اكيد هنعرف من يعني مان اوف ذا ماتش، اكيد هتجي لنا من ارض الملعب، لان هما بيعلنوا عنها واحنا
اكيد يعني سلا حامد لو في ارض الملعب ورحنا لها اكيد هتقول لنا مين اللي فاز برضو بكريم هنداوي. بالظبط كريم هنداوي اللي خد الافضل الاهلي. يعني توقعات حضرتك مظبوطه، توقعاتك يا كابتن مظبوطه، ويمكن كابتن ابراهيم كان بين واحنا اوف اير قلت نفس الكلام. الحمد لله. طيب خلينا زي ما قلنا لحضراتكم ووعدناكم هنكون في ارض الملعب، خلينا نروح لمراسلتنا سلا حامد ولقاء مع اخوان كارلوس باستير المدير الفني. اتفضل يا سلا. من جديد طبعا برحب بك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت طبعا، بس خليني في البدايه طبعا ابارك لحضرتك وابارك لكل الجماهير المصريه فوز منتخبنا طبعا على غينيا في اول مبارياته في مشواره في بطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد رجال 2024. ويمكن طبعا زي ما حضرتك قلت معي في هذه اللحظات لقاء طبعا مع المدير الفني الاسباني لمنتخبنا الوطني مستر كارلوس باستور. مستر كارلوس اوف كورس ليت مي ويلكم يو اون اهلي تي في شانل اند اولسو ليت مي تيل يو كونجراتوليشنز for your first match in this tournament, in this championship, the African Cup of Nations for handball men's. So congratulations on the first match. And tell me, yes, also tell me your opinion for the performance of all the players in the national team. Okay, I think we start good, good performance from Carini, from the defense. We get 10 goals. We start to make rotations because it's important in this championship to make rotations. Everybody can play. I think we need to take the first game is difficult to play, also because the beginning of the championship is difficult for any team. I think we lost a lot of balls. We need to improve in this topic. Also in the easy shoot in 6 meters, que second foul especially we miss some easy shoots. But it's the first game. It's important to break the ice and to continue to work from the next game. طبعا يا كابتن هيثم كنت بساله ببارك طبعا في البدايه على مباراته الاولى في بطوله امم افريقيا، وكمان سالته على رايه في اداء يعني المنتخب. يمكن قال ان هو طبعا البدايه كانت كويسه بالنسبه لمنتخبنا الوطني، يعني اداء رائع وهو راضي عنه. كمان اتكلم انه يعني يمكن بالنسبه للدفاع والهجوم الدنيا كانت يعني في افضل حال. كمان اتكلم على انه يعني الفريق يمكن او المنتخب ضيع العديد من الفرص لتسجيل اهداف اكتر واكتر في شباك منتخب غينيا، ولكن هو شايف انه دي اول مباراه، ويمكن هو برضو استخدم يعني اسلوب انه يبقى في تغيير في اللعيبه، كل اللعيبه تشارك في المباراه يعني على قد ما يقدر عشان طبعا الكل يبقى عنده فرصه والتجهيز اكتر واكتر لجميع المباريات القادمه ان شاء الله في بطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد. مستر باستور، also let me ask you about your opinion for this tournament. How did you see today's opening ceremony? How did you see the organization here, organizing everything? So tell me, because also this tournament, it's organized here in Egypt. So tell me, what's your opinion about the championship? It was amazing. The opening ceremony was amazing. I like so much. Okay, congratulations for the organization to make this. At the moment, for us, all is fantastic. And also, what's your preparations for the next match? Well, we need to check out the match. Tomorrow we make in the morning some recovery. In afternoon we make training session. Like always, we prepare with the video. We're ready for this match. Thank you so much and good luck for the next match. Thank you. Thank you so much. Thank you. كان طبعا يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شايف يمكن برضو سالته على الراي في الحفل الافتتاح للمباراه، اتكلم يعني انه حفل الافتتاح كان رائع، هو كان مبهور بيه، شايف انه حفل الافتتاح رائع، وشايف كمان تنظيم البطوله كان بشكل رائع من اول يوم طبعا اللي بتنظم على ارض مصر. كمان سالته على استعداداته ان شاء الله للمباراه القادمه يوم الجمعه، يمكن قال له يعني الاستعدادات هتكون بشكل طبيعي، بكره ان شاء الله هيكون في استشفاء او ريكفري لكل اللعيبه، وبعد كده طبعا هيكون في تمرين وكمان محاضرات فيديو، هيتفرجوا على مباراه اليوم ويشوفوا طبعا الاخطاء عشان يقدروا ان هم بعد كده يصححوها او ما يكرروهاش في المباراه القادمه. فالاستعدادات بشكل طبيعي ان شاء الله لمنتخبنا الوطني. بشكرك جدا طبعا يا كابتن هيثم، والآن عوده مره اخرى للاستوديو. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا، كان لقاء مهم مع المدير الفني. والحقيقه في بعض الامور اللي قالها مستر اخوان كارلوس انا الحقيقه عايز استريس عليها واحط الضوء عليها واخد راي ضيوفي برضو في هذه النقاط. يمكن هو اهم حاجه اشار اليها في الاول هو الروتيشن، ان في المباريات الكبيره او في البطولات الكبيره اللي بيبقى عندك مباريات يعني متتاليه مهم جدا تعمل روتيشن. هو اكد ان وجهه نظري ونظر ضيوفي النهارده اللي شرفوني في الاستوديو انه كان حريص على الروتيشن وما كانش شايف او باصص قوي على السكور قد ما مهم ان يبقى فيه روتيشن. تاني حاجه قال ان احنا جلينا بعض الاهداف
يعني النهارده وهنشتغل على التوبيك ده. هو قال بنفس اللفظ التوبيك ده او الـ او الـ او الـ او الـ او الحته دي هنشتغل عليها، ان احنا ازاي نقلل من الاهداف اللي احنا جلناها. الحاجه الثانيه قال ان مهم جدا كانت البدايه في البطولات دي، والحمد لله ان احنا عدينا البدايه، يعني قال ان احنا كويس ان احنا عدينا البدايه بالشكل ده. لما سالته ساله عن الافتتاح قال الافتتاح كان رائع اميزنج، قال باللفظ كده اميزنج، وقال كمان يعني بهنيكم على الافتتاح ده وكان حاجه مترتبه كويس جدا. وسالته ساله كمان عن بكره هتعمل ايه، هتستعد للمباراه اللي بعد بكره ازاي. قال بكره الصبح هيبقى عندي ريكفري، انا ما اعرفش ازاي هعمل ريكفري، ممكن تبقى يعني استرتشات، ممكن تبقى مجرد ويك اب كول وافطار واسترتشات. وقال بالليل هيبقى فيه تمرينه خفيفه وفيديو. يعني بيتهيألي يا كابتن ابراهيم الكلام واضح، يعني احنا بالرؤيه العاديه نقدر نشوف ده في ارض الملعب ان شاء الله. يعني هو كلامه عاقل جدا، و وقال قال فعلا اللي حصل، يعني ان اللعيبه يعني ما اديتش بالشكل، يعني بالشكل اللي هو كان متوقع، والروتيشن اللي هو عمله عشان اللعيبه كلها تلعب وتاخد وقتها في اللعب. بس انا كمان شايف ان هو حافظ على بعض اللعيبه اللي بيعتبرهم القوام الاساسي بتاعه، بدليل ان هو في الشوط الثاني شال يحيى خالد وشال يحيى الدرع وشال علي زين وشال سيسة. اصابه واحد من دول هتبقى ما لعبهمش كتير وسند في الشوط الثاني، بالاضافه لسند، وادى فرصه لاكرم يسري عشان ياخد فرصته ويستعيد ثقته. ومهاب سعيد طبعا جميل، ومحمد ممدوح هاشم اداله وقته، خيري عشان يدي فرصه للعيبه دي تاخد تلعب ورجليها تاخد على الملعب. وده طبعا ده هيأثر عليهم بعد كده ان شاء الله، ان هم لسه لم الفرقه ما اقدرش اقول انها هو ده مستوى فرقه مصر. نعم. كابتن مهند، شايف تصريحات مستر خوان كارلوس باستير ازاي؟ هل احنا كنا شايفين الروتيشن ده وكان واضح لينا كويس قوي ان هو مش باصص للنتيجه قد لو عايز يطلع بسكور اكتر من كده كان طلع. شايف يعني تصريحاته زي ما بتفق مع كابتن ابراهيم متزنه، هو عارف عايز يوصل لايه؟ اتعلق على تصريحاته ازاي كابتن؟ زي ما قلت لحضرتك، هو خد من المباراه اللي هو عايزه، ان جرب اللعيبه كلها، عمل روتيشن للعيبه كلها. رده الاولاني ان هي بدايه موفقه بالنسبه له كبدايه للبطوله. تدوير اللعيب، الدفاع اكد عليه ان هو الدفاع كان النهارده افضل حال، الهجوم بس كان عدم اهتمام شويه بالتصويب، او اللعيب خلاص ضمن الماتش. نعم. فخلاص بقى، فالتصويب بقى بعدم الاهتمام شويه، الباص، اللعب على الجون. التصريح الثاني اللي قاله ان بكره هيبقى نظام اليوم بتاعه قبل المباراة الكونغو، هيعمل ريكفري زي ما حضرتك قلت، استرتشات، هيعمل ووك اب للعيبة. بعد كده هيبقى تمرينة بالليل، التمرينة عبارة عن هيتفرج على فيديو ويعمل تمرينة. الفيديو عبارة عن مباراة النهاردة، الأخطاء النهاردة، الإيجابيات والسلبيات، زي أي رياضة، أي رياضة، الإيجابيات والسلبيات. وطبعا في فيديو برضه هيكون للكونغو، هيشتغل بقى على النقط الضعف بتاعت الكونغو ونقاط القوة، وتحضير ان شاء الله. والف مبروك طبعا للمباراة، تنظيم رائع، تنظيم جيد. مصر طبعا مش اول مرة تعمل حفل او تنظيم زي ده كده، مصر على طول معروفة بالتنظيم. خلينا برضو يعني ننتهز الفرصة ونوجه الشكر لشركة استادات الوطنية الحقيقة اللي اتاحت لنا الفرصة ان احنا ننقل المباراة وان احنا نكون مع منتخبنا القومي يعني عن قرب، وان احنا نأزره وان احنا نشجعه. اكيد يعني حاجه تسعدنا جدا جدا الفرصه دي جت لنا في قناه النادي الاهلي. وزي ما قلنا اكتر من مره، احنا يعني الهدف الاول هو منتخب مصر طبعا، واكيد هي المظله الكبيره، بلدنا الحبيبه مصر هي دي الاهم، وهي دي اللي يعني كلنا في الاخر بننسى انتماءاتنا فوري طبعا، تشجيع وارتداء قميص منتخب مصر. كابتن ابراهيم، شايف المباراه اللي جايه ازاي؟ هل هيكون في استمرار للروتيشن؟ هل هيبقى، لان خلاص المباراه اللي جايه غالبا هتبقى على زعامه المجموعه، انت وكونغو برازافيل، لان كونغو كسبت مباراتها النهارده. فالنهارده شايف ازاي هتبقى المباراه القادمه؟ هل هيختلف الاداء، ولا انت شايف ان هو هتبقى ماشيه الامور كده لغايه دور قبل النهائي؟ هو يعني هو تقريبا على ما اعتقد انها تبقى
الامور هتمشي زي ما هي زي ما احنا ماشيين كده، ان باخد مباراه في مباراه في مباراه وفي نفس الوقت بعلي اللعيبه بتاعتي. نعم. وان شاء الله تبقى يعني المباراه اللي جايه تبقى تجهيز للمباراه اللي بعدها، للمباراه اللي بتاعت الدور الثمانيه، في دور بتاع كلها تجهيز للمباريات الهامه اللي هتيجي في قبل النهائي والنهائي اللي قبل النهائي. بس خلينا اوضح ان مجموعتنا النهارده المباراه الاولى كانت الكاميرون الكونغو برازافيل، الكاميرون اللي كسبت، الكاميرون 25 والكونغو برازافيل 21. اذا هي الكاميرون النهارده هي المنافس مش الكونغو برازافيل. لو حضرتك بصيت للنتيجه هتلاقيها قريبه 25-21 في المستوى. قريب قريب قريب. فاذا المباريتين هيبقوا بنفس القوه، وان شاء الله نتمنى التوفيق اكيد لمنتخب مصر. كابتن مهند، يعني برضو نفس السؤال، هل شايف المباراه الجايه ممكن يبقى فيها اختلاف، ولا هنبقى بنفس الكلام ومتفق مع كابتن ابراهيم ان احنا لغايه قبل النهائي مباراه تونس ان شاء الله ده السكادول ده المحطوط واللي متوقع هيكون عندنا كله تجهيز للمباراتين سواء قبل النهائي او النهائي؟ لا، هو السيستم زي ما هو. احنا حتى في المباراه الوديه كنا بنلعب بروتيشن، الناس بتلعب ربع ساعه الاولانيه والناس بتلعب ربع ساعه الثانيه في الشوط الاولاني، ونفس الروتيشن برضو في الشوط الثاني. فهو سيستم ماشي عليه خوان باستور على نفس السيستم في المباراه الوديه، والنهارده في اول مباراه نفس الروتيشن بتاع اللعيبه، فاعتقد ان هو هيكمل على نفس السيستم بتاعه. نعم. طب كابتن ابراهيم، يمكن محتاجين نستعرض مثلا الاسامي اللي شاركت النهارده من اللاعبين، وتقييم حضرتك يعني اللي شاركوا من اللعيبه في كل المراكز، هل مثلا في حد في مركز خد وقت اكتر من حد معاه، يعني لاعب من لاعب، يعني تعليقك عن التشكيل لاعب لاعب كده، وقول لي راي حضرتك ايه في مشاركتهم. اولا بالنسبه للعيبه كلها انا ما ظهرتش كلها بالمستوى بتاعها. نعم. وان كان في اوقات من المباراه ظهرت قوتهم، يعني يحيى خالد ما ظهرش بنفس قوته، وان كان لما حب يظهر عن مواهبته اظهره بالتصويب الخارجي والتمرير الكوره اللي هي نزلت للوينج رايت لسند اللي قدر عملها احرز منها. فهو عنده القدرات دي ولكن لم يظهرها عشان اكيد برضه مع الجيم بيلعب على قد الجيم، بيأجل بيأجل صحيح انه لاعب كبير واكيد برضه نفس الشيء. علي زين قد كده ثلاث مرات، يعني علي زين في طول الماتش ده كله شاط يمكن كورتين هدفين، هو طول عمره هو هداف البطوله متخل. في اي في نعم. اي بطوله. يحيى الدرع نفس الشيء. مهاب سعيد لم يظهر برضه بمستواه اللي هو القوي، وان كان ظهرت في كوره لعبها تصويبه خارجيه من بره 9 متر كانت قويه صاروخ مالهاش صحيح. ما كانش ليها صحيح. يعني جون ما بص لها بس ما صحيح. ما حاولش عليه. ف ده اللي مستواه زي ما هو وما اختلفش كريم هنداوي. كريم هنداوي حافظ على مستواه لان هو ده مستوى كريم هنداوي، وان كان اللي جاي هيبقى افضل من كده. طب كريم خد وقت اكتر شويه من محمد علي؟ كريم لعب الماتش كله. محمد علي يعني نزل طب يعني حاجه بسيطه. راي حضرتك ايه؟ كان ممكن يدي لمحمد علي شويه ولا رايك ايه؟ هو بيحاول مثلا ايه يدي فرصه لكريم، واعتقد الماتش الجاي ممكن ينزل محمد علي اكتر من كريم. اكتر من كريم يعني هو ممكن ما يشاركهمش نفس المباراه، بس عايز الجول يشيل مباراه كامله يعمل طب اللي بيحدد مين اللي يكون في ارض الملعب؟ الحارس المرمى، المدير الفني نفسه ولا مدرب حراس المرمى؟ مدرب حراس المرمى بيبلغ المدير الفني، يا ياخد برايه يا ما ياخدش. نعم. يعني انا كمدير فني بسالك كمدرب حراس مرمى مين الافضل انه يشتغل؟ هيقول لي مثلا كريم، بس انا شايف ان كريم خد الماتش الاولاني ممكن انزل محمد علي، فابتدي بمحمد علي. نعم. فدي بتاعت هي الراي في الاخر، بس لازم مدرب حراس المرمى يجهز الاثنين، الاثنين في الملعب او الثلاثه اللي في القائمه يبقوا جاهزين. الحراس الثلاثه لا غبار عليهم، الثلاثه زي الفل كويسين قوي ممتازين ما شاء الله. ومدرب الحراس بتاعهم واضح انهم قعدتهم مجهزهم كويس، يعني مطلوبهم كويس، يعني بان تجهيز حراس المرمى وتركيزهم العالي في الصد. يعني كريم الكره بتتشاط هو فيها في المكان اللي بتتشاط فيه. الله اكبر عليك ما شاء الله. يعني حتى ضربه الجزاء اللي اتصدى لها في الشوط الاول، اول ضربه جزاء هو رايح لها يعني رايح لها، يعني رافع رجله جايبها فما شاء الله صدفة. كريم يعني هو تمام، يعني 10 على 10 هو رجل المباراه زي ما احنا قلنا. نعم. وباقي اللعيبه لسه ما ظهرتش بالمستوى بتاعها،
ممكن مع الماتشات ما خدتش مش 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 يعني مش ان شاء الله بعد ماتشاتها تبقى من ماتش لماتش الماتش احمل. واللي اعتقد وده اللي اعتقد اللي بيعمله اخوان المستور ان هو ده اللي ان من ماتش لماتش الماتش الماتش بيوصل اللعيبه للتوب فورم بتاعها. نعم. اللي في بالتالي اللي انا عايزها في اخر مباراه او في بتاعه مباراه السيمي فاينال بمعنى اصح. اللي هي دي اللي هتنقلي للنهائي لان النهائي مش هيبقى بنفس قوه السيمي فاينال. طبعا هو السيمي فاينال هو النهائي. طب كابتن يعني برضه استعراض للاعبين كده ملاحظاتك يعني النهارده كابتن ابراهيم قال اللعيبه ما ظهرتش بمستواها بالرغم ان ده مش اختبار حقيقي احنا كلنا فاهمين ده ولكن انت بتقيم المحترفين بتوعك بتقيم لعيبتك فالنهارده كريم هنداوي اللي ظهر بمستواه شايف مين النهارده كان قريب من مستواه بخلاف سند وخلاف احمد الشمسي مين تاني شايفه كان قريب من المستوى؟ زي ما حضرتك قلت كريم هنداوي طبعا رجل المباراه محافظ على مستواه. نعم. سيسا 6 اهداف فيصل 7 اهداف في سند 5 اهداف ومهاب 4 اهداف. نعم. يعني الخط الامامي سيسا وسند يعتبر محافظين على مستواهم مع كريم هنداوي. فيصل النهارده قدم مباراة كويسة تسجيله 7 أهداف تصويبه من النهاردة من على 9 متر شاط كورة النهاردة وفي كورة تانية اتحسبت فاول هي الجون صدها بس اتحسبت فاول. من البداية احنا اتفقنا ان اللعيبة بتاخد المباراة مباراة ومحافظين على نفسهم يعني النهاردة الأداء ما كانش 100% طبعا خدوا من المباراة اللي هم عايزينه. طبعا نطلع بقى للخسائر الحمد لله ما فيش إصابات الحمد لله عشان المباراة ما فيش إجهاد ما فيش إجهاد فالروتيشن هيفرق مع المدرب إن اللعيبة كلها تبقى واقفة على رجليها. في حاجة عايز أضيفها بس على كريم هنداوي إن حضرتك كنت بتسأل كريم هنداوي النهاردة خد المباراة في البطولة الدولية الدوري الذهبي اللي مصر لعبته كان كل جون بياخد المباراه كلها مباراه كامله. طب ده كويسه يعني ده فكر المدير الفني فكر المدير انه ما بيسوبش ما بيعملش سواب او بيغير ما بين الحراس المرمى بيدي حارس المرمى المباراه كلها الا لو كان لو هو يعني مستواه مش موفق بيسيبه بيبتدي يغير لو هو مش موفق يغير. تاني حاجه الاخوان باستور كابتن استاذن حضرتك بس عشان اللعيبه يعني ما تمشيش من ارض الملعب هنروح لسالة حامد مراسلتنا من ارض الملعب ولقاء مع هداف الفريق النهارده 7 اهداف حضرتك لسه قايل حالا عبد الرحمن فيصل سالة اتفضلي. مشكور جدا طبعا يا كابتن هيثم وبرحب بحضرتك تاني وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يمكن حاليا معي هداف الفريق النهارده في المباراه برصيد 7 اهداف عبد الرحمن فيصل. عبد الرحمن طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وببارك لك طبعا اول مبارياتكم في بطوله كاس الامم الافريقيه. شايف المباراه النهارده ازاي واداء جميع لاعبي النادي الاهلي وببارك لك طبعا النهارده على هداف البطوله كمان. الله يبارك فيك يا سلا. طبعا اول ماتش في البطوله بطوله افريقيا على ارضنا وسط جمهورنا. الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل مباراه كويسه لسه طبعا اول ماتش الناس تبدا تخش في مود البطوله. الحمد لله قدرنا نلعب ماتش كويس وكسبنا الحمد لله. برضه عايز اعرف منك الاستعدادات طبعا كانت عامله ازاي قبل البطوله. شفنا طبعا الاستعدادات كانت مكثفه جدا الايام اللي فاتت فاحكي لنا برضه الاستعدادات كانت عامله ازاي وكلام طبعا المدير الفني معاكم قبل بدء البطوله النهارده. طبعا سأل احنا قبل بطوله افريقيا احنا كان عندنا معسكر بطوله الجولدن ليج في الدنمارك مع طبعا من اقوى فرق في اوروبا الدنمارك والنرويج وهولندا. الحمد لله احنا قدرنا نعمل ثلاث نتائج ايجابيه كسبنا ماتشين كسبنا النرويج وهولندا وخسرنا من الدنمارك عملنا ماتش كويس معاهم وخسرنا في اخر الماتش يعني فكنا مستعدين استعداد قوي جدا قبل البطوله. وطبعا تمارين ومستر باستور عندنا يعني بصراحه شغال على اعلى مستوى هو والجهاز الفني كله بس فالحمد لله قدرنا احنا نجهز البطوله وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. باذن الله. والمباراه النهارده يا فيصل طبعا زي ما شفنا يعني كاداء يعني الاداء يعني شويه الفريق اللي قدامنا طبعا كان اداؤه متواضع ما كانتش مباراه صعبه ولكن قدر مستر باستور ان هو من خلال المباراه دي ان هو يعمل روتيشن ما بين كل لعيبه عشان تبقوا مستعدين اكتر واكتر للمباريات القادمه. اكيد طبعا الماتشات اللي زي دي بتدخل الناس في البطوله اكتر يعني الناس كلها بتدخل في مود البطوله وفي مود الماتش فلا هو عمل روتيشن كويس والحمد لله على المكسب يعني الحمد لله. ميرسي جدا طبعا يا كابتن وببارك لك وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه يا رب ان شاء الله. شكرا ميرسي.
يمكن طبعا يا كابتن هيثم مستمرين مع حضرتك، ويمكن معي ايضا واحد من نجوم المنتخب مهاب سعيد طبعا اللي شاركوا النهارده في المباراه، ويعني شفنا منه اداء قوي جدا. مهاب طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه ابارك طبعا على اول مباراه النهارده، اول مكسب في مشواركم في بطوله امم افريقيا. شايف المباراه النهارده ازاي وطبعا اداء جميع لاعبي المنتخب النهارده؟ والله ابتدينا بدايه كويسه، انا شايف ان احنا ابتدينا بدايه كويسه. معروف الماتشات في بطوله افريقيا بتتاخد ستيب باي ستيب عشان نوصل ليفل لحد نص النهائي، نبقى الفرقه كلها جاهزه، الروتيشن معمول كويس، كل لعيبه بتدخل عشان كل لعيبه تدخل في اجواء البطوله، يعني لحد ما نوصل لليفل اللي احنا عايزينه نبقى جاهزين فيه ان احنا نرفع البطوله ان شاء الله. طبعا برضو عايز اعرف منك يا كابتن مهاب، قبل بدء المباراه النهارده، يمكن طبعا منتخب غينيا المباراه ما كانتش قويه قوي، ولكن اكيد في تعليمات مهمه اتكلم فيها معاكم السيد باستور قبل المباراه النهارده. طبعا الكلام كله ان احنا نلعب جامد، لان احنا ما لقيناش فيديوهات للفرقه، فمش عارفين هم ليفل ايه بالظبط، فكان كل الكلام ان احنا لازم نلعب جامد، كل واحد ان الروتيشن دوت بيفرق، فانت ما بتاخدش تايم كبير في الملعب، فكل واحد ينزل يدي 100% بس بتاعته عشان ما حدش يتصاب، ما حدش يحصل له اي حاجه بس. فهو كان كل كلامه ان احنا لازم نلعب جامد وكده وبس. طبعا مع الايام لما بتعدي مع اقتراب المباريات، يعني كل ما البطوله بتنتهي المباريات بتبقى اصعب واصعب طبعا يا مهاب. المنتخب هو حامل اللقب، يمكن ده مخلي عليكم عبء اكبر انه انتوا يعني حامل اللقب، فبيخليكم ان انتم بتبقوا محطوطين تحت ضغط ان شاء الله ان شاء الله المفروض يعني توصلوا للادوار القادمه، دور النصف النهائي النهائي. فيمكن مباراه النهارده شفنا كان في روتيشن ما بين كل اللعيبه عشان تبقوا مستعدين اكتر واكتر المباريات اللي هتبقى اصعب ان شاء الله مع اقتراب نهايه البطوله. والله انا شايف ان يعني زي ما قلت لك ان احنا بناخد خطوه بخطوه، البطوله مش يعني طبعا مش سهله، شايف ان احنا ماشيين يعني لحد ما نوصل لنص النهائي، لان احنا في طريقنا تونس في نص النهائي. طبعا موضوع ان البطوله في مصر ديت حاجه كويسه لينا وسط جمهورنا في ارضنا، طبعا هتبقى حمل علينا شويه، بس بنبقى مبسوطين لما الناس في الملعب وعايزينهم يزيدوا اكتر من كده، بس لان يعني البطوله دي اهم بطوله تقريبا، ما بتجيش كتير، لان هي بطوله بعدها بتودينا اولمبياد وتودينا كاس عالم 2025، فبطوله هتفرق معانا جامد جدا يعني. بس طبعا بشكرك جدا وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه، وان شاء الله تفرحونا برضو بالبطوله دي السنه دي. شكرا. طبعا يا كابتن هيثم ده كان لقائنا مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني مهاب سعيد، وايضا عبد الرحمن فيصل هداف المباراه النهارده طبعا في البطوله. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم تابعتم لقائين مع اثنين لاعيبه مهمه، عندنا عبد الرحمن فيصل النهارده نجح انه يسجل 7 اهداف كهداف الفريق، ومهاب سعيد طبعا لاعب المنتخب اللي شارك النهارده على فترات وادى اداء جيد. كابتن ابراهيم تعليق حضرتك ايه على تصريحات اللاعبين سواء عبد الرحمن فيصل او مهاب سعيد؟ هما طبعا لعيبه يعني كل واحد فيهم قال كلام كويس. عبد الرحمن فيصل قال ان احنا بنستعد بنجهز عشان ماتش البطوله، ونفس الشيء مهاب ان احنا كل واحد بينزل بيدي اقصى ما عنده عشان نحقق النتيجه اللي احنا عايزينها اللي هي الفوز بالبطوله، وده باعداد ليهم وتجهيز للمباراه اللي هي اللي زي ما انا قلت اللي هي النهائيه، اللي هي غالبا هتبقى السيمي فاينل، لان هي دي مش النهائيه، هي السيمي النهائيه بتاعت البطوله، ده النهائيه هي السيمي فاينل. نعم، وكمان يعني فكر اللاعبين يا كابتن، يعني اللعيبه بتتكلم بنفس يعني نفس الطريقه، احنا عايزين نطلع ستيب باي ستيب، عايزين نوصل للتوب فورم بتاعنا في قبل النهائي. ده ترجمه بايه يا كابتن؟ ترجمه ده نجاح للمدرب، ان وصل اللعيبه انها تبقى الفكر واحد والهدف واحد، فكل شغال بيسعى اليه. نعم. وبيحاول انه يحققه. نجاح للمدرب. نجاح مدرب طبعا، المدرب ان يالف ما بين اللعيبه ويوصلهم ان هم يبقوا على روح واحده وقلب واحد وهدف واحد،
ده طبعا نجاح يعني. اولا لو حضرتك بصيت هتلاقي ان الاثنين لعيبه اللي طلعوا دول يعني واحد كان من نادي 6 اكتوبر وراح النادي الاهلي، مهاب سعيد كان الاهلي وراح نادي نيم الفرنسي. هم محدش بيتكلم باسم النادي خالص وبيجيب سيرته ولا بتاع ده، بيتكلم باسم المنتخب وباسم بلده وعايزين هدف معين يوصله هدفه، وان هدفهم البطوله وليس الا، لان ده نجاح ليهم ونجاح لمصر كلها انها تنجح بالاعداد والتجهيز اللي عاملينه، والمدرب نجح في انه يوفق بينهم ويخليهم يوحد الهدف يخليهم ايد واحده. كابتن خلينا نروح لارض ملعب تاني واستكمال لقاءات ما بعد المباراه. سلا حامد ومحسن رمضان، اتفضل يا سلا. من جديد طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا ضيوفك الكرام. وزي ما انت قلت يمكن حاليا انا معي واحد من نجوم طبعا منتخبنا الوطني لكره اليد، كابتن محسن رمضان. كابتن محسن طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لك يعني على اول مبارياتكم في مشواركم طبعا في بطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد. شايف المباراه النهارده ازاي واداء جميع اللعيبه طبعا في المنتخب؟ انا اول حاجه اهلا وسهلا بيكم طبعا، انتم منورينا يعني في الصاله يعني. الحمد لله طبعا اول ماتش يعني احنا بناخدها خطوه يعني ان شاء الله، فاحنا بنستعد مثلا لبطوله افريقيا بقالنا شهرين، كان عندنا معسكر في المانيا ومعسكر في الدنمارك، ودي اول ماتش الحمد لله عدينا على خير يعني غينيا، وواحده واحده ان شاء الله المستوى بيعلى معانا يعني. طبعا المباراه النهارده غينيا طبعا يا كابتن محسن شفنا يمكن المباراه ما كانتش قويه، ولكن طبعا انتوا استعدتوا لها بشكل كبير جدا. يعني طبعا هو قال الماتش مش قوي يعني، مثلا المستويات كلها ممكن بتاعت افريقيا ما بتكونش قويه زي مثلا الجزائر او تونس وكده، المنتخبات دي معروفه والقابها يعني، الجزائر واخده 7 القاب وتونس واخده 10، فطبعا الماتشات دي بتفرق طبعا، فديت احنا بناخدها خطوه خطوه وان شاء الله نوصل للسيمي فاينل. احنا معانا تونس متاهله في السيمي فاينل، فان شاء الله بنستعد للماتش ده بقوه يعني باذن الله. باذن الله. يمكن طبعا تنظيم البطوله على ارض مصر ده بيديكم دوافع كبيره جدا، وكمان حضور الجماهيري شفنا النهارده يمكن بالنسبه لاول يوم شفنا حضور جماهيري جيد، يمكن ده كل ده بيخلي عليكم يعني حمل اكتر، وكمان عشان انتوا حامل اللقب اكيد بالتاكيد الموسم الماضي. يعني طبعا هي طبعا بتحط علينا ضغط طبعا الماتشات ديت، احنا واخدين لقبين ورا بعض وان شاء الله اللي احنا نقدر نكسب التلات، بالذات ان البطوله ديت مؤهله للاولمبياد، فطبعا بالنسبه لنا لا طبعا احنا كمان الجمهور حاضر النهارده، بس احنا طبعا ان شاء الله مستنيين اكتر من كده، لان حضورهم طبعا هيفرق معانا كتير جدا يعني. طبعا عايز اعرف منك بقى الاستعدادات ان شاء الله، خلاص يمكن المباراه القادمه يوم الجمعه هتستعدوا ازاي يا كابتن؟ خلاص احنا بكره اجازه هيبقى عندنا تمرين يعني، بس وبعد كده بنستعد بقى واحده واحده وفيديوهاتنا مع باستور يعني وكده، وبنستعد ان شاء الله الماتش الجاي يعني باذن الله. توفيق يا كابتن محسن وبشكرك جدا، ومبروك برضه النهارده ان شاء الله يعني، طبعا مبروك بالنسبه للمباراه النهارده وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله المره الجايه. ميرسي جدا جدا وشرفنا بيك، والف شكر لك. شكرا جدا. شكرا كده. طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني كابتن محسن رمضان، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا، وده اللقاء كان مع محسن رمضان احد نجوم الفريق. مهم جدا اسمع رايك كابتن مهند، يعني شفت حضرتك الثلاث لعيبه عبد الرحمن فيصل، مهاب سعيد، محسن رمضان وتصريحاتهم، تعليق حضرتك ايه على تصريحاتهم؟ احنا طبعا متفقين ان الثلاث لعيبه ان احنا هناخد الكل مباراه او المباريات خطوه بخطوه، تركيزهم كله على البطوله. كابتن خوان كارلوس باستور نقل ثقافه للعيبه ان احنا عندنا هدف، كلنا بنلعب بسيستم واحد داخل الملعب وخارج الملعب، كلنا عندنا هدف واحد، يتكلموا نفس اللغه، نفس اللغه. فده حاجه ان شاء الله اللعيبه تركيز على البطوله باذن الله. باين ان زي ما حضرتك شايف محسن رمضان ما لعبش النهارده، بيتكلم نفس البتاع اللي موجود داخل الملعب، اللي مش موجود كله هدف واحد هو البطوله ان شاء الله باذن الله. طب كابتن كنا بنتكلم قبل لقاءات الفرقه عن مشاركه حراس المرمى، انه بيشارك بحارس مرمى في المباراه كلها. لو ماشي، لو استدعى الامر بيدخل حارس المرمى الثاني او الاولاني مش موفق بس الحقيقه يعني انت مقتنع بده يعني، شايف ان ده يعني اصل ده اول مره اشوفها السيستم ده يعني. عمدا في العادي يا كابتن كان بيبقى حراس المرمى بيتم التناوب ما بينهم بفترات بحيث تحافظ عليهم، ولكن النهارده حارس المرمى لما بينزل بيبقى عارف ان الاعتماد مش عليه هو، ممكن يفصل تيجي تطور عليه ما تلاقيهوش. هو يعني ممكن الحارس لما بيلاقي المدرب بيلاقي الحارس موفق بيسيبه عشان يستمر يعني
انما لو طلعوا في حراس بتقول لك يعني انت بتطلعني ليه وانا كويس؟ صح، وانا كويس، وجهه نظر ثانيه مظبوط صح. فدي فهو شايف ان هو مش هغير مش الا لا مثلا لو لقيت كده. لو تلاحظ حتى في بطولات العالم الحارس بيبقى كويس قوي وبعد كده بينزل مستواه بيغير وبعدين يرجع تاني. صح، يعني بيطلعه صحيح. يلتقط انفاسه او يستعيد تركيزه تاني وبعدين بيرجع مره تانية. ومفيش يعني، وده فكر مدرب يعني ازاي يحافظ على حراسه وازاي في نفس الوقت يديهم الثقه وانهم يستمروا في التفوق بتاعهم او في التالق بتاعهم. طب كابتن برضو يعني، يعني خلينا برضو نبقى يعني نسبق شويه الاحداث. النهارده كان في مدير فني سابق ودلوقتي مدير فني حالي، الاثنين اسبان وما فيش اختلاف كبير في السياسات بتاعتهم. ولكن ايه البصمه اللي انت شايفها مميزه مثلا لمستر باستير النهارده؟ ايه اللي حضرتك شايف اللاعب اللي ما كانش موجود والنهارده دخله حتى في حراسه المرمى؟ ايه البصمه اللي حضرتك شايفها ظاهره قوي بعد تغيير الجهاز الفني؟ انت حضرتك لاحظتها في كلام الثلاث لعيبه دول. نعم، كلامهم واحد، يعني دخل في دماغهم او الهدف الاساسي لهذه البطوله وهو الفوز بيها. فان الثلاثه يتكلموا بنفس الروح وبنفس الاسلوب خطوه خطوه لغايه ما ناخد البطوله. ده برضو اختلاف صحيح، انه النهارده خلى اللعيبه كلها على هدف واحد وفكر واحد ولغه واحده. طب ايه تاني غير دي ناحيه نفسيه شويه؟ ايه الناحيه الفنيه اللي حضرتك شايفها مثلا؟ الناحيه الفنيه دي لسه ما ظهرتش، يعني هي احنا قلنا لسه اللعيبه لسه ما ظهرتش بكامل مستوياتها اللي معروف. طيب عنها. هديك مباراتين يا كابتن وبعد كده اسالك السؤال ده. خلينا نروح لارض الملعب تاني وزميلتنا العزيزه سالة حامد ولقاء مع احد نجوم النادي الاهلي والمنتخب ونجم من نجوم لقاء النهارده احمد هشام سيسه. اتفضلي يا سالة. من جديد طبعا برحب بك يا كابتن هيثم وبتاكيد بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن معي في هذه اللحظات طبعا زي ما حضرتك قلت نجم من نجوم المنتخب والنادي الاهلي وطبعا من النجوم النهارده تالقوا في مباراه اليوم امام غينيا طبعا احمد هشام سيسه. احمد هشام طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي وطبعا عايز ابارك لك على اول مبارياتكم في بطوله كاس الامم الافريقيه. مبروك مبروك على النهارده على الاداء ومبروك على المباراه. شايف النهارده المباراه ازاي واداء جميع لاعبي المنتخب؟ الحمد لله انا بشكر كابتن هيثم اول وبحييه. الحمد لله مباراه قويه، استيب مهمه جدا نبدا بيها بطوله افريقيا. ان شاء الله احنا عيننا على البطوله عشان دي بطوله مهمه جدا لان هي بتاهل الاولمبيكس، والمنافس بتاعنا ان شاء الله بنبعت له رساله يعني ان احنا جاهزين باذن الله. يعني يمكن طبعا شفنا مباراه اليوم، يعني المباراه طبعا النهارده ما كانتش صعبه ولكن شفنا يمكن مستر باستور عمل النهارده يعني روتيشن لكل اللعيبه، كل اللعيبه شاركت. يعني شايفين طبعا الاستعدادات بتاعتكم اكتر للمباريات القادمه زي في السيمي فاينل طبعا مع تونس. دي حقيقه، هو السيستم بتاعنا هو بيعمل روتيشن كتير جدا عشان اللعيبه كلها تلعب، عشان كله ياخد وقته، اللعيبه تعمل ريكفري كويس، ما حدش يبقى بيعمل حمل كبير. فالحمد لله قدرنا نعمل كل ده وقدرنا نكسب الماتش، ودي ستيب مهمه جدا. وعندنا ماتش يوم الجمعه ان شاء الله تبقى نمشي خطوه بخطوه في البطوله باذن الله. يعني يمكن طبعا يا احمد انه المباراه بتنظم على ارض مصر بحضور جماهيري، كل دي دوافع ليكم ان انتم تحافظوا على البطوله اكتر، ان انتم كمان حامل اللقب. دي حقيقه، دي احنا خدناها 2020 وخدناها 2022 وان شاء الله نوعد الجمهور باذن الله ان هي مش هتخرج من مصر وتبقى 2024 عشان دي مهمه جدا ان هي بتاهل الاولمبيكس. بس دي حقيقه، بس طبعا احنا مستنيين اكتر واكتر. من انا واحد من الناس مستني الجماهير تيجي اكتر واكتر، مستنيين يوم الجمعه ومستنيين في كل البطولات وبالذات ماتش تونس والفاينل بالذات يعني. فان شاء الله باذن الله يعني الجماهير تبقى ماليه الصاله باذن الله. باذن الله، واشكرك جدا طبعا وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه، وببارك لك طبعا النهارده وان شاء الله نشوف منك تالق اكتر من كده يا سيسي طبعا في جميع المباريات. ميرسي جدا. ربنا يخليك، وبشكر كابتن هيثم وكل الضيوف بجد. ميرسي جدا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع واحد من نجوم المباراه النهارده احمد هشام سيسه لاعب منتخب مصر وطبعا النادي الاهلي من اللعيبه المميزه. والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا يكلم لك يا كابتن هيثم. تفضل. سلا بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه احنا اللي بنشكرك يا احمد هشام، والله احنا بنشكرك على ادائك مع النادي الاهلي وادائك مع منتخب مصر. استويت، بقيت لاعب خبره، بقيت لاعب اداء رجوله. يعني الحقيقه يعني احنا اللي المفروض نشكرك على ادائك، وكمان يعني ربنا يبعد عنك الاصابات ويبعد عنك كل حاجه وحشه. المهم احنا عايزينه النهارده من المباراه انه اللعيبه كلها بتناشد الجماهير، النهارده احنا محتاجين الجماهير تيجي. كل اللعيبه النهارده بيقولوا كده، عايزين جماهير مصر
والمحبه لكره اليد تكون مليئه الصاله. يمكن النهارده اول مباراه كان موجود جماهير ولكن محتاجين الجماهير تملا الصاله كالمعتاد. احنا ما بنعملش حاجه او ما بنقولش حاجه جديده، دايما منتخب مصر مبارياته يعني فول هاوس زي ما بيقولوا الملعب عشان بيساندوا المنتخب. مستنيين ان شاء الله يوم الجمعه المباراه القادمه باذن الله مع كونغو برازافيل، هتكون الساعه 6. احنا بنقول ميعاد اهو من دلوقتي، الجماهير تبتدي تستعد ان شاء الله، هيبقى يوم اجازه واستاد القاهره طبعا الذهاب اليه اسهل ما يكون النهارده، ما فيش اي مشكله خالص، من اي مكان في القاهره تقدر تروح، وحتى من خارج القاهره انت النهارده في اجازه روح واستمتع واحضر مباراه وشجع منتخب بلدك، خاصه الحمد لله ان ده منتخب عالمي رابع الاولمبياد، وحتى في الدوري الذهبي كان بيشارك مع افضل 4 فرق في العالم، افضل 3 فرق اوروبيه واحنا الرابع. فالنهارده وقت ان احنا يعني نحتفل ونساند منتخبنا. كابتن يعني كلام برضو واحد واللعيبه برضو بتتكلم نفس اللغه، ولكن نزود شويه ان هم بيناشدوا الجماهير للحضور وعايزين يشوفوا الصاله ممتلئه عشان يفرحوا الناس كلها. اولا يعني الجمهور بيديهم حماس وروح اكتر، بيلاقي اللعيبه بتعمل حاجات ما كانتش اساسا بتقدر عليها. نعم. لان الجمهور ده بيدي القوه للاعبين، خاصه انا بلعب في ارضي وبلدي. وانا الاقوى يعني انا النهارده الاقوى الحمد لله، وان شاء الله يعني بيوعي يعني انا شايف ان اللعيبه بتوعد جمهورها انها ان شاء الله بتحقق لهم الهدف اللي هم بيلعبوا عشانه وهي البطوله، لان هم دايما مصدر السعاده للجمهور المصري. كابتن برضو يعني الزياده اللي اتفق عليها الجماهير بالرغم اللعيبه بالرغم ان هم كل تركيزهم على البطوله وكل تركيزهم على اسعاد الشعب المصري بهذه البطوله، ولكن برضه بيناشدوا الجماهير، محتاجين يحسوا قد ايه الجماهير مبسوطه في ارض الملعب، ده بيفرق مع اللعيبه يا كابتن؟ طبعا بيفرق 100%، لو اللعيب النهارده نازل مركز 100% الجمهور بيديله دفع يبقى اكتر 200%. تربو باور زي ما بيقولوا، الجمهور بيخليك تطلع كل اللي عندك. كل اللي عندك، وغير كده ان الجمهور ده رقم واحد. نعم. في الرياضه الجمهور رقم واحد. فطبعا احنا من خلال حضرتك طبعا بنناشد الجمهور ان يبقى متواجد ان شاء الله في يوم مباراه يوم الجمعه ان شاء الله مع الكونغو والكاميرون باذن الله ان شاء الله. المباريات كلها يعني قصدي اقول البدايه تبقى الكونغو بحضوره، ويمكن كابتن مهند قصده، وكمان الجمعه اجازه والدنيا ان شاء الله تبقى فاضيه، يعني سهل جدا تروح وتيجي للملعب، وفرصه ان احنا نحتفل يعني بفرقتنا وبجمال فرقتنا النهارده، فرقه عالميه. احنا نادر ما بنكون عندنا فرقه عالميه. الاحتفال ده نأجله شويه. تمام. صح. يعني احنا معاك احنا طبعا. بنعمل نآزر زي ما احنا قلنا نآزر ونحتفل في مع البطوله ان شاء الله. نعم كلام سليم 100%، لا احتفال قبل كاس البطوله مش الفاينل بس، لان كاس البطوله يعني التأهل للأولمبياد. ايوه. فالنهارده احنا هو ده الهدف بالظبط، هو ده الهدف الاساسي. لقب البطوله مهم، ولكن التأهل كمان للأولمبياد النهارده عشان تقدر تروح البوابه الكبيره اللي بيها تقدر تخش في المربع زي الأولمبياد اللي فاتت. طبعا كلام مسخره وكلام جميل. بنهني طبعا سيسي على الاداء النهارده، نسبته النهارده يعتبر 100%. احمد هشام ولا مين؟ احمد هشام سيسا نسبته في 100% في التصويب، 6 من 6. في كوره ضيعها صدت منه، صدت منه فاكرها يعني في كوره 90% كانت في كوره، نقول 90% وده رقم ودي نسبه عاليه جدا طبعا. يعني اختلف في كوره جلاها، فمعنى كده ما شاء الله ان هو كله احرزه يعني حاجه جيده جدا. في طب ده ترجيعه ليه يا كابتن؟ هل زي ما انا قلت احمد هشام سيسا استوى بقى لعيب خبره والشباب والقوه بيلعب بقوه، يعني هو من اللعيبه اللي بتموت نفسها في الملعب. التركيز العالي اللي بينزل بيه في المباراه، حاطط المباراه في دماغه، وانه بيركز في الملعب مش بيركز في اي حاجه ثانيه، فبيركز في كل في ادق الدقائق، يعني في الدخله في التصويبه في بصيته للحارس في توجيهه للكوره، مركز في شغله كويس قوي، فمركز فيها جدا، ودي بتديله نقول عليها القوه في ادائه، قوه في عمله، مهاره، الكفاءه، كل الحاجه كويسه، ان هو تقول عليه واحد ما اقدرش استغنى عنه. راجل بصراحه رايك كده نفس الكلام مع كابتن ابراهيم، ان هو تركيزه العالي، روحه العاليه، التزامه التكتيكي، ولا كمان الباصه بتروح له بشكل جيد، ان هو يقف في مكان جيد، ان هو يتلقى الباصه ويروح ياخد خطوتين يفتح الزاويه، يعني ترجع لهشام احمد هشام سيسا تألقه ده. تركيزه 100% في التمرين، في التمرين، فطبعا اللعيب لما بيبقى مركز 100% في التمرين، هو الشغل التمرين هيعمله نفس في المباراه. بيشتغل على نفسه كويس قوي سيسا. انا كنت موجود معاه في النادي الاهلي. هو تمرين اهم حاجه بالنسبه له، التمرين، ومركز فيه بنفس ومركز فيه التركيز، وما كانش مستعجل ان هو يبقى موجود في المنتخب. ده حقيقي. واي مدرب
يتمنى ان ال 18 لعيب او ال 20 لعيب يبقوا زي احمد هشام سيسي. نعم، هو تركيز عالي ولعيب راجل بامانه وبيلعب برجوله بشكل قوي جدا، ما بيهموش يعني اي حاجه. طيب تتفق مع كابتن ابراهيم ان احنا ناجل المقارنه ما بين فنيا، احنا ما بنقولش مين افضل ومين مش افضل، لان احنا كاستوديو تحليلي بنتكلم فنيا. حضرتك مع كابتن ابراهيم ناجل السؤال ده مباريتين كمان عشان نعرف الفرق ما بين الجهاز الفني الماضي والحالي للمنتخب، ولا عند حضرتك معلومه او ملاحظه تقدر تقولها لنا دلوقتي عن ابرز الفروق؟ كل واحد لفكره، ايه ابرز الفروق مثلا؟ هل في حاجه جاهزه مع حضرتك؟ ممكن يبقى بس فرق واحد بس، ان نسبه الروتيشن اعلى شويه. دي ملاحظه ماشي كويس. نسبه الروتيشن بتاعه المدرب باستور ان هي اعلى شويه، انه مش بيعتمد على 7-8 لعيب، لا اهو احنا عندي 18 لعيب او 16 لعيب. ممكن صح، الروتيشن بتاع بروندو كان اقل شويه، اقل شويه، كان بيتقل على اللعيب شويه في الملعب. بالظبط كده، وكان الروتيشن ممكن يتعمل في مجموعه ومجموعه لا، مجموعه ومجموعه لا. بس هنا الروتيشن، الروتيشن هو 50% 50%. نعم، يعني اللعيب ده بياخد نص شوط، اللعيب ده بياخد نص شوط. كابتن مهند بشكرك شكرا جزيلا، متعتين النهارده بتحليلك. كابتن مهند السحيلي نجم نادي الاهلي ومنتخب مصر، ربنا يخليك. نورتنا وشرفتنا، الف مليون مبروك للمنتخب. الله يبارك في حضرتك. كابتن ابراهيم سيد بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، والحقيقه استمتعت بتحليلك وابتسامتك الجميله، نورتنا يا كابتن مشرف. الله يبارك فيك حضرتك ونشكرك، والف مبروك للمنتخب مصر ولجماهير منتخب مصر، وان شاء الله نبارك في البطوله، في نهايه البطوله بالفوز بالكاس، وتبقى ده يعني لما انا قلت مصدر السعاده لمنتخب للجمهور المصري اللي محتاج يفرح. اشكرك يا كابتن. شكرا. اعزائي المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا، النهارده كانت جولتنا الاولى والمباراه الافتتاحيه، لان لحضراتكم افتتاح البطوله، ولان المباراه الافتتاحيه مصر وغانيا، وانتهت المباراه طبعا بفوز مصر في اول خطواتها في المجموعه. ان شاء الله الخطوه الثانيه مصر وكونغو برازافيل يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 6 هننقلها لحضراتكم، واستوديو التحليل قبليها تابعوا على شاشه قناه النادي الاهلي عشان تعرفوا مواعيد الاستوديو التحليلي. ان شاء الله هنحاول بقدر الاستطاعه نكون جنب ابطالنا ونجومنا، كل التوفيق لمنتخب مصر. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى جوله جديده من جولات استوديو الابطال.